تراجع الاقتصاد التركي وارتفاع معدلات التضخم وملف اللاجئين كلها عوامل قوية دفعت إلى إذكاء التوترات في الداخل التركي لينعكس ذلك على ارتفاع حظوظ الأحزاب القومية واليمينية. فظهور حزب النصر التركي القومي بزعامة أوميت أوزداغ نهاية عام 2021 بأجندة قومية متطرفة وخطاب يميني شعبوي أدى إلى ارتفاع نسب التأييد له في استطلاعات الرأي إلى 2%، وهو رقم مرتفع بالنسبة للمعايير التركية. يعتمد أوزداغ على النزعة القومية التركية أو التورانية، والتي هي النموذج لدولة متجانسة إثنياً لجميع الشعوب التركية من البلقان إلى غرب الصين، والتي يجب أن تنشأ تحت القيادة التركية. كما جعل أوزداغ فكرة ترحيل اللاجئين قصراً أو طواعية عنواناً رئيسياً لاستقطاب القوميين المتطرفين، فنجح في استقطاب منتقدي الحكومة ومنهم الديمقراطيون والاشتراكيون أيضاً، بالإضافة إلى شباب حزب الشعب الجمهوري المعارض. بلغ العدد الإجمالي للأحزاب السياسية في البلاد 107 أحزاب، يعني وفق مراقبين أنه تطور ملحوظ قد يؤثر في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويدعم تقدماً للمعارضة. ففي نهاية مايو اتفقت 6 أحزاب معارضة على مبادئ عامة ستلتزم بها أو يلتزمون بها خلال المرحلة المقبلة التي تسبق الانتخابات، وكذلك بعد الانتخابات حال فوزهم في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات للرأي استمرار تفوق المعارضة. فنتائج استطلاعات بيّنت ارتفاع تأييد حزب الشعب الجمهوري إلى 29.2%، مع حصول حزب العدالة والتنمية على 29.3% من الأصوات، أي بفارق 0.1%. لكن مراقبين يرون أن أحزاب المعارضة ما زالت لا تمتلك مرشحاً يتفقون عليه في مواجهة أردوغان، بالإضافة إلى تغيير في أيديولوجيات تلك الأحزاب لأغراض انتخابية لتقترب من أيديولوجيات الأحزاب الحاكمة، ليبقى تنافس بين الوسط والتطرف يميناً أو يساراً حاكماً لصناديق الاقتراع.